حركتين ولا اسهل رح اعطيكم اياهم لوجع الظهر، ممكن يحلوا لكم وجع الظهر الى الابد. لخبركم شوي بالاول عن وجع الظهر، من وين بيجي وجع الظهر؟ باكثريه الحالات بيجي من وراء عدم ثبات بينتج بتشنجات بالظهر. ليه؟ الحوض في كثير عضلات صغيره، العضلات الصغيره وفي منهم عضلات كبيره شغلتهم يثبتوا الحوض محله، لانه اذا العضله ثبتت المفصل بيكون ثابت وبحس الجسم حاله بامان، فالعضل بيكون رخو وعم يشتغل بشكل سليم وحركته بتكون مزبوطه. بينما اذا صار عندي عضله من هالعضلات ضعيفه، عضله من العضلات اللي بتثبت الحوض ضعيفه، اللي بيصير هو انه جسم كريفلكس لانه بخاف لانه بحس حاله بخطر بشنج العضلات وبيكمش كرمتها يحمينا. هذا الوجع هو شيء صحي وشيء لا يحمينا، مثل ما بيعمل السنترال نيرف سيستم او الجهاز العصبي يلي هو جهاز بحسسنا بالوجع. كل شيء وجع يعني هيدي اشاره او رساله بيعطينا اياها جسم تيقلنا انه انتبهوا في عنا شيء غلط هون، روحوا ظبطوه. وبهالحاله بحاله الوجع باسفل الظهر يعني بيكون في عنا اوجاع بدها تتظبط. هلا في كتير اوقات بيكون وجع الظهر ناتج عن اماله حوض اماميه، يعني بيميل الحوض بهالشكل للامام. بحال هيدي هي مشكلتكم عملكم فيديو خاص بهالشغله، فيكم تفوتوا على الرابط تحضروا هالفيديو. اوقات بيكون المشكل من وراء اماله حوض خلفيه مش اماميه، خلفيه يعني بيكون اماله الحوض بهالشكل، كمان عملكم فيديو فيكم تفوتوا على هيدا الرابط تحضروا هيدا الفيديو. هلا بهالحاله اللي عم بحكيكم اياها انا هلا، ممكن يكون عضله اسمها جلوتوس ميديوس، عضله جانبيه بتسبب بتجميد الحوض محله. يعني اذا انا ماشي والعضله كانت ثابته فالحوض تبعي بيكون جامد بيكون جالس، بينما اذا العضله ضعيفه بصير الحوض تبعي يلعب شمال يمين. هيدي العضله اسمها جلوتوس ميديوس، هي مسؤوله عن ثبات العضله، يعني كمان من وظيفها اذا وقفت انا على اجر وحده جسمي بيضل ثابت، بينما اذا العضله ضعيفه بلاقي جسمي عم يهبط على فرد ميل هالميل او هالميل، بكون هالجسمي عم يهبط على فرد ميل. فبالتالي هاي العضله رح تسبب بخلل، ومع الوقت عاد ما بترخي هالعضله اللي بيصير هو انه بتشنج العضله، بتعمل التهابات اذا كثير رخيت او اذا كثير شدت. عضله الجلوت ميد بتكون كثير رخيت بهالحاله، والجسم لانه صار بوضعيه خطره بشنج لنا هالعضله وبيخليها تلتهب، وهالالتهاب بمد وبيمتد لاسفل الظهر، فنحن بنحس انه اسفل الظهر اوقات عم يوجعنا، بس بيكون المشكل هي من عضله الجلوتوس ميديوس مثل ما راح افرجيكم اياها على الصوره. هي العضله موقعها هون، وهالحركتين بدي اعطيكم اياهم هن لاول حركه لرخي هالوجع وحس حالي ارتحت فجاه، وتتاكد اول شيء انه الوجع جاي من هذا المصدر. اول حركه راح اعطيكم اياها هي لرخي هالعضله اذا هي ملتهبه، فبتهدى بشيء معين وبحط اصبعي وبنبش على مطرح راح يوجعني كثير، اسمه تريجر بوينت بالجلوت ميد. كيف بعرف انه انا على المطرح برخي اجري؟ وبحس انه بحرقه قويه او بوجع كثير قوي محل ما كبست هون على هيدي المنطقه، بحس بهالوجع. بس القط الوجع بعلق اجري مش على جنب، شوي صغيره لورا، بعلق اجري لورا بهالشكل وبحس هالوجع عم يفك على مدة دقيقة، ضلني حرك جسمي بهالشكل. إذا ما لقطتها بهالطريقة فيني اشتغل على طريقة تانية، نام على الأرض. لاحظوا شو راح يصير، راح نام على الأرض بهالشكل، بحط إيدي بنبش على هالمنطقة اللي عم توجع كتير، بلقطها مزبوط، بطلع بهالشكل لورا بشكل جانبي مايل لميلة ورا، بحس هالحركة وهالعضلة عم تفك، بعملها على مدة دقيقة. بعرف حالي انه عم بعملها صح اذا لاقت الوجع مزبوط، فبحس براحة فورية بعد دقيقة بهيدي المنطقة، وهيك كون فكيت العضلة المشنجة واللي هي كتير رخوة. هلا بدي بلش دور هالعضلة، بدي اعلمها ترجع تشتغل لانه رخيتها. رح اعطيكم احتمالين، اول احتمال اللي هو هين كتير فيكم تعملوها، حركة صغيرة كتير وهين كتير ممكن تعملوها. إذا حسيتوا حالكم مرتاحين ولقطتوها فيني أعملكم أبجريد، أعطيكم حركة تانية فيكم تصيروا تعملوها بدل أول حركة. فمننام بهالشكل، بحط إجري فوق بعضهم، اسمها هالحركة كلامشل. الركب بده يكونوا دغري فوق بعضهم، ما بدي الحوض يكون رجع لورا، بدي الركب يكونوا فوق بعضهم. بثبت الحوض، بفتح شوي صغيرة وبسكر، ما بدي افتح الحوض زيادة عن اللزوم أحلى ما يرجع الحوض لورا. فبدي أرجع بدي أفتح الحوض شوي صغيرة وسكر، شوي صغيرة وسكر. بحس العضلة اللي هون عم تدور عم تحرق، عم حس بوجع صحي. دايما بدي حس بوجع صحي مش بوجع كيف بعرف الوجع اذا صحي؟ بحس العضلة عم يشد بطريقة مزبوطة، بينما الوجع اذا ما كان صحي بكون عم حس بمفصل معين هون او هون
وهذا شيء ما بدي اياه ابدا، دائما بدي احس بوجع صحي. تخلص اول ميله ببرم على ثاني ميله بنفس المبدا، بشغل هالعضله تحس هون، بدي احس بهيدي المنطقه مش قدام. اذا حسيت قدام فانتبهوا عم نعملها غلط. اذا قدرنا نعمل هالحركه بسهوله فينا نطورها لحركه تانية واللي هي الحركه الاساسيه. هالحركه اسمها ايربلينز. هاي الحركه بدنا نتهدى بطاوله بحال كرسي اذا بدنا، بنثبت اجرنا بالارض، بعمل هنج برجع خصري لورا، بتهدى مزبوط، برجع اجري لورا وببرم حوضي لجوا، برجع ببرمه لبرا، ببرم حوضي لجوا، برجع ببرمه لبرا. هاي الحركه بترجع لي توازن للحوض وبتساعدني كثير لاتخلص من اوجاع الظهر كلهم. هاي الحركه كثير مهمه وبكثير من الحالات بتكون وحده من الحلول الاساسيه لاوجاع الظهر. لاحظوا كيف عم ببرم الركبه، انا عم ببرم ببدي الركبه تفوت لجوا، انتبهوا، بدي الركبه تضلها ثابته وبرمي لبرا، هيك العضله بتكون دايره، بكون عم بفتح وعم سكر بلا ما تبرم الركبه لجوا. لانه اذا برمت الركبه لجوا الارش او هيدا الارش تبع الاجر بنلاقيه عم يهبط لجوا، وهذا الشيء منه صحي، بياذي لي ركبي على المدى الطويل، واصلا رح ينزعل الحركه ورح تبطل الحركه مزبوطه. سو لازم ابرم بهالشكل، بس نتطور شوي بصير فينا نعمل الفول ايربلين، نوقف بهالشكل، بنثبت على اجر وحده، بنبرم بلا ما نتهدى بشيء لجوا ولبرا، لجوا ولبرا، ومع الوقت ممكن نحمل وزن كمان نبرم لجوا ولبرا. هيك تتطور هالحركه ونتخلص من اوجاع الظهر، والحوض بيتوازن بين شماله ويمينه. تاكدوا انه عم تعملوا عدد على الشمال مثل العدد على اليمين، 15 لتسي على اليمين و15 كمان على الشمال، هيك نتخلص من اوجاع الظهر الى الابد. ما تنسوا لكل مشكل له حل. واذا عم تحبوا هالفيديو زملاء معروف اعملوا لي سبسكرايب ولايك لهالفيديو، سبسكرايب على الشانل، ابعتوا هالفيديو لكل اصحابكم اللي بتحسوا انه بحاجه لهالحركات هيدي المفيده لاوجاع الظهر. وانجوي يور داي، سي يو.